أمي خوفتيني، واع قلبي من محله. شبك شوفي، ليش وشك هيك لونه مثل الميت له حدا؟ بنتي مخبية ولد ببطنة، وابني داهم بيته مبارح مثل الغريب وما رضي يطلع بوشي حتى. معك حق، لازم بهالظروف ارقص فرحانة، هي الموت اللي قصدتيها؟ ما عجبك حكيمة؟ هي انتي، رح اقول للكل اني دفنتها وخلصت منها. جلسوم يا بنتي الحلوة، حبيبتي أنا أمك، عم مدلك إيدي لحتى ساعدك. أنتي وقعتي ببير ماله نهاية، ليه ما عم تمسكي بإيدي؟ جلسوم أنا بجن إذا بتصيري مثلي بهالحياة. أنتي محسبة تربية ولد بلا أب شي سهل؟ رح نعيش أنا وابني وأبوه سوا مع بعض، وما رح كون مثلك. يلا انزلي لتحت كلي أكلك، ولا تعبي لي أعصابي أكتر ما هي تعباني. جنيد ابني، أنا محتاجتك بشغلة ضرورية، إذا في مجال تحدد لي وقت اليوم لنحكي شوي. ما فيني بهاد الوقت لأنه في عندي شغل. بصراحة مستعجلة، مو مشكلة، رح بستنى لتخلص شغلك منحكي. ماشي ست يتار، عن إذنك. يلا قدامي. نمشي من هون لنلاقي هداك اللابتوب. عم تفهم علي؟ عم تفهم علي مو؟ اسمعني منيح، بعرف انه البحث بالنظام، بس هنيك المكان الوحيد اللي منلاقي فيه القرارات السرية، وانت الوحيدة اللي بتقدر تساعدني بهالشي. ايه انا بعرف انه كتيرين كنيتهم اصلا، بس تأكد لي لانه بيناتهم مدعي واحد بس ما في غيره. بترجاك عرف لي مين هاد الرجال، مين يا جيت اصلا. يلا ساعتين وبوصل لعندك. ماشي يا عيني، حلو هالخاتم ولابق لك عروستنا. جلسوم جلسوم شبك؟ حاسه بوجه، وجعها كتير ببطني. انت منيحة جلسوم؟ ايه منيحة. الظاهر اكلت شي برا واثر على معدتها. لكن خلونا ناخذها على المشفى. ما في داعي. بلا يعني ليك مرت اخوها احسن دكتورة بالبلد، خليها تكشف عليكي بنتي. رايحة على الحمام. رايحة معي، تعال. شوي 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 شوي.
اسمعيني، هذا هو مغص الولادة الكاذبة وبيبدأ من الشهر السادس وبيزداد مشان تعرفي هالشي جونسون. انتي مو فهمانة اي شي بالمرة، فهمي انا ماني حامل ولا شي. هاي أكتر الأسابيع اللي بيكبر فيها جولسوم، ورح تحسي بالمغص مرتين كل أسبوع. شو رح تعملي وقتها مع هاللبس الضيق اللي عم تلبسيه وهالشي بضر الطفل؟ جولسوم اسمعي، الظاهر إنه أنت كمان محبوسة هون مثلي، فخلينا نساعد بعض لكن خليني ساعدك بهالوضع. إيه؟ يعني أنت ما بدك تسكري لتمك بقى؟ ليكي أنا خلاص يا قريبة، فهمتي؟ وما في حدا فوق راسي مثل أخي فرهاد، فنشغلي بهمك أنتي، فهمانة كلامي؟ طيب شو بدك تعملي لما يعرفوا هالشي؟ أنتي صغيرة لتصيري أم، رح تصيري أنتي أم كمان شي يوم ورح شوفك وقتها. مستحيل هذا الشي. لا تظني رح يتركك أخي، هو كتير بحب البنات، وأكتر شي البنات الحلوين، وأنتي من نوعه المفضل. نتقابل بعد 9 شهور. أنا ما فيني شي، منيحة شوية غازات. أصلي ليش علقتوا جوا؟ جولسوم شوفي، طلعي يلا لشوفك. يلا يلا يلا، تخلي تخلي. خير شبها، أنتوا شو عم تخططوا جوا؟ شوفي شو بدنا نخطط جوا يعني؟ ليش حاسك عم تكذبي؟ وليش لحتى كذب عليك؟ البنت عم تستفرغ جوا. وليش عم تراجع؟ تسمم غذائي، خربطت معدتها وبدها ترتاح، تركها إذا بتري. بسرعة مستنيكم. قلتي له؟ أنتي قلتي له شي لأخي؟ ليش لقله القصة جولسوم؟ أنا ما مستغل حدا وضعه صعب أبداً. قلت له معدتك مخربطة وعم تستفرغي، مرت القصة. شكراً كتير، شكراً لأنك ما بعتيني. يا الله، تمام، الظاهر إنه وضعك صعب، بس رح يجي يوم وينكشف السر اللي مخبيتي. لحتى يجي هاد الوقت بكون أنا خلاص رحت بعيد كتير. شبك يا تار؟ طلعي كيف صار وشك أصفر، ليش هيك جامدة مثل المسمار؟ شو صار؟ كيفك جولسوم؟ مخربطة معدتها شوي. أنتي منيحة بنتي؟ أنا منيحة أمي. شو هاد؟ ولا شي. رح نبدأ من ولا شي يعني؟ هاتي هي لشوفها. الله يلعنك بنت غبية، الدب واقف وراي بيصرخ وانتي عم تعملي جرابات وكأنه ما في شي صاير. خدي لشوف هالجرابات، الله يلعنك الغبية الرومانسية. شوفي شوفي جراباتك يا بنت. اسمعي، انتي ما عم تشوفي حالة امك الحقيقية صح؟ إذا بدك تطلعي على حدا طلعي على صورتك هاي بالمراية ليكا، وشوفي المشاكل رح تسببيها. بسرعة بسرعة جهزي شنطتك وغراضك. لوين يا أمي؟ لوين؟ لوين يعني؟ على بولو. بس أمي أنا قلت لك من قبل إنه ما رح روح على بولو ولا على غيره. وأنا قلت لك رح نروح وخلصنا. اسمعي، استأجرت بيت هونيك، بيت بعيد عن العيون، رح تولدي الولد هونيك ومنلاقي حدا مناسب بنعطيه ومنخلص لا منه. لا يا أمي فهميني، لا ما بسمح لك تفرقيني عن ابني، ما بسمح لك أبدا أمي. Thank you.
بنتي؟ مين اللي ضحك عليكي؟ جلسوم، انت اللي بقيتي لي هون، مو كان الأحسن تطلعي من هالبيت وانت عروس بالطرحة والفستان الأبيض؟ لو رقصتي وتمايلتي بفرح. يا ريتك حكيتي لي من الأول، كنت لقيت لك حل. لا تبكي بنتي، تعي حبيبتي جلسوم، بنتي الحلوة. يلا قولي لأمك شو منقدر نعمل. رح تولدي؟ قولي لي انتي بقى. يلا مين أبوك؟ ها؟ ليك عنده ذنب صح؟ هو متزوج؟ ايه امي هو متزوج. لا تصري علي، رح تعرفي كل شي قريبا. امتى رح اعرف بنتي؟ قرب وقت ولادتك، امتى رح اعرف؟ واصلي عرفت هالشي صح؟ طبعا، معقول ما تعرف هي دكتورة؟ ما بعرف، بجوز. ما بتعرفي؟ ماشي يا بنتي، ما تركتي لي ولا حل تاني ابدا. بما انك هيك رح امشي بالطريق اللي بعرفه لكن، وهي الرحمه والانسانيه جواتي رح اتركها هون وانساها تماما، ومو انا المسؤوله عن اللي بده يصير.